السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا مكملين يا شباب مع ليسون 4 Comparing and Ordering Rational Numbers. قبل ما نبدأ الحصة كله بيقول بسم الله بسم الله. الحصة اللي فاتت لو اخدت بالك هي خلصت قبل ما نخلص شرح الدرس، بس انا كنت حسيت ان كفاية معلومات كده في الحصة. احنا خلصنا Example Number 2 تمام؟ هنبدأ النهاردة نشتغل على example number 3. زي ما انت شايف كده بيقولك arrange the following rational numbers ascendingly. اوكي؟ ها طيب، هو مديلك rational numbers زي ما انت شايف كده تمام؟ طيب هل انا كل مرة عشان ابدأ اعمل ترتيب لrational numbers لازم ارسم النمبر لاين، ولا انا ممكن اتعامل معاهم؟ افرض في الامتحان ما عنديش وقت كافي ان انا اقعد ارسم النمبر لاين وابدا اشوف هقسم عليها وميني بارتس وبعدين هحط فين وبعد كده ابدا اشوف النمبرز ترتيبها ازاي، مع انها طريقه عمرها ما بتطلع لك حل غلط عمرها، ولكن الوقت ممكن ما يقضنيش، او ممكن الدينومينيتور بتاعي يكون كبير، ولو الدينومينيتور بتاعي كبير يبقى انت هتعمل عدد بارتس كبير، فمش مش هيكفيك السطر بتاعك ان انت تعمل نمبر لاين تعمل عليه ريبريزنت لكل النمبرز اللي قدامك. طب في الحاله دي هتتصرف ازاي؟ تعالوا نشوف كده الراشنال نمبرز اللي معانا ونشوف هنرتبها ازاي. انا عندي نيجاتيف 2 اوفر 3 وعندي 3 اوفر 4 وعندي نيجاتيف 7 اوفر 12 وعندي 5 اوفر 6 وعندي نيجاتيف 1. انا كتبتهم قدامك اهو تمام؟ وعود نفسك وانت بتذاكر معاك ورقة وقلم وبتطلع السؤال برة تفكر فيه، امسك القلم وفكر، هو انا ممكن اوصل ده لايه وممكن اوصل ده لايه، ومين هو ال LCM بتاعي؟ اصلي هو ده اول حاجة انا هسألها لك دلوقتي. ها انت عندك fractions وعندك whole number اهو، عندك negative one ده whole. طب بص على الفراكشن معاك، ها اخبار الدينومينيتورز بتاعتها ايه؟ عندي 3 و 4 و 12 و 6. لو خدت بالك كده وجربت تجيب ال LCM بتاعك للدينومينيتورز دي هيطلع لك 12. هيطلع لك ايه؟ 12. يبقى انت دلوقتي هدفك تبدأ تعمل لي equivalent fractions، هنعمل equivalent fractions with denominator 12 لان ال LCM بتاعي equals 12. طب يا ميس انت عرفتي ازاي ان هو 12 من غير ما تروحي تعملي فاكتورايز لل 3 ولل 4 ولل 12 ولل 6؟ مش احنا اتفقنا لو انت عندك denominator divisible by the other يبقى الدينومينيتور الكبير ده هو ده ال LCM بتاعك. لو انت عندك 2 numbers والتو نمبرز دول منهم رقم بيقبل الاسم على التاني يبقى الرقم ده هو ده ال LCM بتاعك ما دام هو ديفيزبل باي ذا اذر تمام. ارجع بص كده، انا عندي ال 12 ديفيزبل باي 3 بيقبل الاسم على 3، معنى كده ان انا هعرف اوصل الفراكشن دي دلوقتي اخليها ويز دينومينيتور 12. ال 12 ديفيزبل باي 4 بيقبل الاسم على 4، ال 12 ديفيزبل باي 6. اما بالنسبه لل 1 فدوت يعني البطل بتاع الموضوع، لان كده كده اي نمبر بتحطه في النيوميريتور زي الدينومينيتور، اي فراكشن بتعملها النيوميريتور بتاعها زي الدينومينيتور فهي بتدي لك 1 في الاخر، انا ما عنديش فيها مشكله خالص، ال1 ده ما عنديش فيه مشكله. طب يلا نبدا نكتب equivalent fractions للفراكشنز اللي موجوده قدامنا تمام. هنعمل بقى الدينومينيتور بتاعنا كله 12 اهو، بص كده ال3 بقت 12، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 4، اطلع على ال2، 2 by 4 equals 8. اوعى تنسى النيجاتيف، خليك جدع، اوعى تنسى النيجاتيف تمام. بعد كده ادي 12، الفور بقت 12، حصل لها ايه؟ ملتبلاي باي 3، اطلع على 3 باي 3 بناين. طب هنا اصلا عندي دينومينيتور 12 فهتنزل زي ما هي نيجاتيف 7 اوفر 12، اللي بعدها 6 هتبقى 12، حصل لها ايه؟ ملتبلاي باي 2، اطلع على 5 باي 2 بايه؟ بتن. خد بالك هي بوزيتيف فعشان كده نزلت بوزيتيف زي ما هي، متفقين؟ طب نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 يا ميس النيجاتيف نزلت اهي، و1 يعني 12 اوفر 12. ايه ده؟ بص الدينومينيتورز كلها بقت 12 ازاي؟ كل الدينومينيتورز اللي عندك بقت 12، متفقين؟ دي اول حاجه تفكر فيها، اول حاجه وانت بتفكر بالمنظر ده تمام.
طيب بعد كده انت عندك قاعدة بتقول ان البوزيتيف نمبر greater than النيجاتيف نمبر. البوزيتيف نمبرز بتكون greater than النيجاتيف نمبرز، صح كده؟ معنى كده ان انت عندك 10 over 12 ده بوزيتيف و 9 over 12 ده بوزيتيف، فهيجي هنا هوت احنا كده كده بنعمل الرينج ايه؟ ascending from the smallest to the greatest، من ال smallest لل greatest، تمام؟ فدول كده كده هيجوا هنا، هنرتبهم ما عنديش فيهم مشكلة. يعني 9 over 12 و 10 over 12 هيبقوا اخر 2 numbers هيقابلوني اهم، 9 over 12 و 10 over 12، لان ال 9 اصغر من ال 10، فجت ال 9 اول، انا ماشي ascending يعني from the smallest to the greatest، متفقين؟ طيب دلوقتي مطلوب منك تقارن مين اصغر، مين اصغر fraction في اللي قدامك دول. هل هي negative 8 over 12 ولا negative 7 over 12 ولا negative 12 over 12، متفقين؟ طيب اصغر واحدة فيهم اللي انت هتبدأ بيها الترتيب بتاعك طبعا هي negative 12 over 12، 12 over 12، لان 12 over 12 على النمبر لاين بتاعك هتبقى عند نيجاتيف 1 بالظبط، ما هي نيجاتيف 1 اهي. اما دول ده وده فدول فراكشنز، دول ايه؟ فراكشنز هيبقوا موجودين بتوين الزيرو ونيجاتيف 1، يبقى اصغر واحد عندك هو نيجاتيف 12 over 12، متفقين؟ طب بعد كده ها لما هتبدأ تطلع شوية، لما هتبدأ تطلع انت ماشي كده اوكي، لما تبدأ تطلع شوية هتقابل مين؟ هل هتقابل نيجاتيف 8 over 12 ولا هتقابل نيجاتيف 7 over 12؟ خد بالك انت ماشي كده ها، يبقى هتقابل الاول مين؟ نيجاتيف 8 over 12. خد بالك ان نيجاتيف 8 over 12 اصغر من نيجاتيف 7 over 12، نيجاتيف 8 over 12 اصغر من نيجاتيف 7 over 12 اهو، نيجاتيف 8 over 12 وبعد كده هيجي نيجاتيف 7 over 12، وبعد كده احنا كده كده علقنا على الباقيين. تعال نتاكد، تعال بقى نتاكد من اللي الميس عملته ده. طب نتاكد ازاي؟ طيب مش انت كده كده عندك الدينومينيترز كلها زي بعضها؟ اه انا كنت بفكر معاك مين اللي خد بالك، لكن تعالى بقى نبص على الكلام اللي هو الاكيد العملي بتاعنا. اوكي انت عندك الدينومينيترز زي بعضها تمام، وعندك قاعده بتقول وانت بتقارن فراكشنز انت هتبص على النيوميريتور، صح كده؟ طب تعالى بقى نتاكد كده، لو انت عندك نيجاتيف 12 مش هو اصغر من نيجاتيف 8؟ اه نيجاتيف 12 هتبقى موجوده اون ذا ليفت من نيجاتيف 8، وبعدين لما هتمشي بعد النيجاتيف 8 وانت رايح كده بقى عندك نيجاتيف 8 ونيجاتيف 7، نيجاتيف 7 هي يعني اكبر، بص ايديا الرايت هي اللي بتتحرك اهو، يعني انا ماشي صح اهو، نيجاتيف 8 موجوده اون ذا ايه ليفت ونيجاتيف 7 موجوده اون ذا رايت. طب اكبر شويه كمان ها، وصلت لل 9 وبعدها 10، اه ده اسندنج اوردر فعلا اهو. يبقى انت كده انت بدات تحسبها منتلي، تفكر في العلاقه بين النمبرز دي منتلي، وجبت ال LCM بتاعك منتلي، بدأت تبص على الريليشن بتوين ذم وبدأت ترتبهم. كل ده ما خدش مني غير خطوتين، انا ما رسمتش نمبر لاين، انا بفكر بصوت عالي، بعلمك تفكر بصوت عالي، متفقين؟ طيب احنا كده خلصنا الاكزامبل ده، احنا كده خلصنا الاكزامبل ايه ده، تعال نشوف اللي بعده. الاول عايز اقول لكم بس حاجة هنا يا شباب، احنا رتبناهم according to ايه الايكوفالنت فراكشنز اللي احنا جبناها. طبعا اللي عمل كده في الامتحان صح، واللي حب يرجع في الامتحان وبعد ما يرتبهم بالمنظر ده يبدا يرتبهم على الجيفن، على الجيفن راشونال نمبرز، برضو ده صح. يعني مثلا نيجاتيف 12 اوفر 12 اللي هي كانت ايه نيجاتيف 1 اهو، بعد كده نيجاتيف 8 اوفر 12 اللي هي كانت في المساله عندك ايه نيجاتيف 2 اوفر 3 اهي، بعد كده قابلني نيجاتيف 7 اوفر 12 في المسألة عندك كانت نيجاتيف 7 اوفر 12 اهو، بعد كده 9 اوفر 12، 9 اوفر 12 اللي هي كانت ايه كانت 3 اوفر 4، بعد كده 10 اوفر 12، 10 اوفر 12 يا شباب اللي هي كانت 5 اوفر 6 اهو. بصوا الميزة ان انا وانا كاتباهم تحت بعضهم، بص يعني بقول مثلا 10 اوفر 12 اللي هي
طلعت خدت اللي فوقها على طول 5 over 6. بقول 3 over 4 او 9 over 12 اللي هي 3 over 4 اخدت اللي فوقها. بص المنظر وانت ترتب الحل بتاعك، يعني وانت مرتب شكل الحل بتاعك، ان شاء الله ان شاء الله مستحيل تغلط، مستحيل. يعني ان شاء الله انت ماشي في سكة صح، ان انت ان شاء الله كله يجيب الدرجة النهائية، كله يقفل. تمام؟ طيب تعالى بقى ندخل على check your understanding. ها، حاول بقى تخليك جدع، وقف الفيديو كده وجرب تحله بنفسك، وارجع قارن الحل بتاعك بالحل بتاعي وانا بشتغله معاك دلوقتي. تمام؟ طيب هنا بيقول complete each of the following using the suitable sign less more or equal. تمام؟ ها، انا عندي 7 over 5 و 4 over 5. اول حاجة هبص عليها like denominator 5 زي 5، روح على النيوميريتور الاكبر يبقى هو ديت الفراكشن الاكبر 7 greater than 4. طب هنا خد بالك بقى، انا عندي ايه لايك دينومينيتور اهو يا ميس 4 و4 اوكي، ها يبقى انا يا ميس على طول هروح على الفراكشن الاكبر واقول على النيوميريتور الاكبر واقول هي دي الفراكشن الاكبر. استنى استنى اما اقول لك حاجه، القاعده بتختلف في حاله النيجاتيف نمبرز، القاعده بتاعتك بتختلف في حالة النيجاتيف نمبرز. يعني ايه؟ يعني نيجاتيف 2 over 4 هي greater than نيجاتيف 3 over 4. ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. فاكر السيسر اللي كنا بنعمله؟ ده انا هدي لك بقى اكتر من طريقة اثبت لك بيها الكلام بتاعي دلوقتي. انا يهمني جدا ان انت تبقى فاهم، يهمني جدا تبقى فاهم. اولا لو عملناها بالسيسر المقص بتاعنا، ها 2 by 4 equals 8، اوعى تنسى النيجاتيف، يعني عندك نيجاتيف 8 الناحية دي. طب 3 by 4 12، اوعى تنسى النيجاتيف، يعني عندك نيجاتيف 12 الناحية دي. ايه رأيك مين اكبر، نيجاتيف 12 ولا نيجاتيف 8؟ طبعا نيجاتيف 8. طب دي بطريقة السيسر، احنا كده كده عاملين العلامة بتاعتنا بصة كده. طب تعال نبص على النمبر لاين، اثبت لك بقى الموضوع على النمبر لاين. ما انت فاهم، بص كده النمبر لاين بتاعك، ومش هعمل عليه حاجات كتير، انا مش محتاجة اصلا ان انا اعمل نمبر لاين كبير. بص احنا هنتكلم على نيجاتيف 3 over 4 ونيجاتيف 2 over 4، يعني احنا عايزين بس الديستنس بتوين الزيرو ونيجاتيف 1، عايزين ديستنس هنا هنحدد بتوين الزيرو بتاعي ونيجاتيف 1. تمام؟ عندك denominator 4، يعني انت هتقسم لي الجزء ده ل 4 equal parts. 4 equal ايه؟ parts، ادي 1 2 3، وعند ال 4 ده هيبقى هو ده النيجاتيف 1 بتاعك. متفقين؟ بص كده ادي 1 over 4 2 over 4 3 over 4 4 over 4، وطبعا كل ده بالنيجاتيف لان انت في النيجاتيف بارت ده اولا. طيب تعالى بقى نبدا نحط الفراكشنز بتاعتنا على النمبر لاين. انا عندي نيجاتيف 3 over 4 اهي، بص كده ادي نيجاتيف 1 over 4 نيجاتيف 2 over 4، هنا في نيجاتيف 3 over 4. طب الثانيه عندي نيجاتيف 2 over 4 ماشي، ادي نيجاتيف 1 over 4 نيجاتيف 2 over 4، يعني هنا نيجاتيف 2 over 4. يلا اديك الاثنين اخبارهم ايه اهم، مين النمبر اللي موجود on the right نيجاتيف 2 over 4 يبقى هو ده الكبير، واللي on the left ده الصغير. طول ما انت ماشي على النمبر لاين بتاعك from the left to the right وانت ماشي ده اتجاهك، النمبرز بتاعتك عمالة تكبر، دي فراكشنز يا ميس برضو عمالة تكبر. انا ما عنديش مشكلة فراكشن ولا نمبر، انا ليه ان الاتجاه ده بيكبر لي النمبر بتاعي سواء فراكشن او ايه او نمبر. اوكي؟ فانت طبعا كده اظن بقت واضحة جدا، وحوار ايديك اليمين والشمال دي فيصل معاك في اي حاجة وانت متلخبط، على طول زبط المنظر ده، ادي ايدي اليمين وادي ايدي الشمال، مين اللي موجود عند اليمين نيجاتيف 2 over 4 هو ده الكبير. خلص الموضوع على كده من غير لخبطة. تمام؟ وزي ما اتفقنا برضو حوار السيسور بتاعك، الطريقة بتاعت الاكس او المقص برضو بتطلع لك اجابة صحيحة لو انت مش عايز ترسم النمبر لاين. متفقين؟ السؤال اللي بعده، عندي 1 over 5 و 1 over 6 like ايه؟ numerators like numerators، انزل تحت على الدينومينيتور، الفراكشن اللي عندها دينومينيتور اصغر هي دي الفراكشن الاكبر. ها هنا في 5 وهنا في 6، يبقى ال 5 هي الاكبر، يبقى 1 over 5 greater than 1 over 6. طب يا ميس نتأكد، تعالى نعمل السيسر 1 by 6 equals 6 تكتب هنا، 1 by 5 equals 5 اتكتبت هنا. ايه رأيك 6 ولا 5؟ طبعا 6، وعملنا الايه العلامة بتاعتنا. طب هنا عندي 3 over 6 و 2 over 3،
لا عندك like numerators ولا عندك like denominators، مفيش اي مشكلة، حاجة من الاتنين. يا هتروح تظبط الفراكشن دي هتخليها بدينومينيتور 6 زي اللي جنبها، تمام؟ يعني هتقول ان دي ايكوال، وادي بقى في 6 في الدينومينيتور اهو، 3 باي 2 ايكوالز 6 يبقى 2 باي 2 ايكوالز 4، يعني عندك 4 اوفر 6 والناحيه دي 3 اوفر 6، طبعا 4 اوفر 6 تكسب. يا اما هتعمل سيسور، ما عنديش مشكله، 2 باي 6 ايكوالز 12 و 3 باي 3 ايكوالز 9، ناحيه عندك فيها 9 وناحيه عندك 12، طبعا ال 12 تكسب ما فيهاش نقاش، تمام؟ طب السؤال اللي بعده، عندي 4 اوفر 10 وعندي 14 اوفر 35، ايه رايكم؟ يعني نروح ندور على ال LCM ولا ننجز ونعملها بالمقص بالسيسور بتاعنا؟ ننجز، اصلها ارقام كبيره هتضيع منك وقت كتير وانت عمال ايه تدور على ال LCM بتاعك لل 10 ولل 35. طب ننجز، يلا نعملها بالمقص. ها ادي نبص كده السيسور بتاعك اهو، انت بتاخد النيوميريتور تعمل له ملتبلاي في الدينومينيتور، تمام؟ 14 ملتبلايد باي 10 يعني 140، وتتكتب هنا تحت النيوميريتور، اوكي؟ بعدين النيوميريتور ملتبلاي باي الدينومينيتور 4 ملتبلايد باي 35 هتبقى ب 140. حسبتيها منتلي؟ حسبتها منتلي، عقبالك زي يا سيدي. بص تعالى اما اخدها بره نعملها، 4 ملتبلايد باي 35 اهو، 4 باي 35، احسب معايا كده 4 باي 5 20 0 and carry up a 2 اهو، 4 باي 3 4 باي 3 12 بلس 2 12 بلس 2 يبقى 14، يبقى معايا 140 اهي، انا كتبتها اوريدي. يعني انت عايزه تقولي لي يا ميس ان الفراكشن دي ايكوال للفراكشن دي؟ اه والله العظيم ايكوال، والله ايكوال، مفيش اي مشاكل، تمام؟ السؤال اللي بعده، عندك 10 اوفر 15 و2 اوفر 3، طيب هتحاول توصل فراكشن للتانية عشان يبقوا لايك دينومينيتور، يا اما هتعمل السيسور بتاعك، والاختيار بتاعك، الطريقتين صح، الطريقتين صح. انت لما بيقول لك بوتز سيتيبل ساين، انا مش بحاسبك فيها على خطوات، انا بحاسبك انت حاطط لي العلامه باصه فين بس، فالخط ما فيهاش خطوات دي، تمام؟ 10 ملتبلايد باي 3 يعني 30، طب 2 ملتبلايد باي 15 يعني 30، الناحيه دي في 30 والناحيه دي في 30، يبقى في هنا ايكوال 10 باي 3 30، 2 باي 15 30، تمام؟ خد بالك ان النمبر بتاعك بتكتبه تحت النيوميريتور اللي بتبدا بيه، تحت النيوميريتور اللي بتبدا بيه عمليه الملتبلاي بتاعتك، تمام؟ هنا بيقول لك الرينج ان ان اسندنج اوردر، الرينج النمبر دي او الفراكشنز دي ان ان اسندنج اوردر، طبعا لما بشوفها كده لازم اطلعها بره عشان اعرف اشتغل عليها. انا عندي 7 اوفر 15 وعندي 2 اوفر 5 وعندي 2 اوفر 3 وعندي 4 اوفر 15، ادي الفراكشنز بتاعتي. ها ايه اخبار الدينومينيتورز اللي قدامك؟ عندك 15 و5 و3 و15، على طول كده الواحد من الممارسه والخبره عرف ان ال LCM equals 15. ليه؟ انا اقدر اوصل ال 3 تبقى 15 واقدر اوصل ال 5 تبقى 15. هنبدا نكتب نيو فراكشنز ايكويفالنت للي موجوده قدامك، ايكويفالنت يعني ايكوال، تمام؟ طيب 7 اوفر 15 دي ما عنديش فيها مشكله، هتنزل زي ما هي، انما 2 اوفر 5 هخلي الدينومينيتور في 15 اهو، ال 5 بقت 15 حصل لها ايه؟ ملتبلاي باي 3، اطلع على 2 باي 3 ب 6. طيب ومكان ال 3 بقى في 15، ها 3 ملتبلاي باي 5 عشان تبقى 15، اطلع على 2 باي 5 ب 10، و 4 اوفر 15 دي زي ما هي 4 اوفر 15. طب انا عايزه ارتبهم ايه؟ اسندنج اوردر، يعني from the smallest to the greatest، from the smallest to the greatest، تمام كده؟ طيب عندي لايك دينومينيتور اهو، تمام؟ يبقى انت بترتب according to للنيوميريتورز، بترتب على حسب النيوميريتورز بتاعتك. ascending يبقى from the smallest to the greatest، وكأنك بتتعامل مع النيوميريتورز بس، تمام؟ يبقى هيقابلك اول واحدة ايه؟ 4 over 15، بعد كده هيقابلك مين؟ 6 over 15، بعد كده هيقابلك مين؟ 7 over 15، وفي الاخر توصل ل 10 over 15. انا كده رتبت بناء على الايه؟ على الايكوفلنت فراكشنز اللي انا جبتها.
طب لو انت عايز ترجعها لي للصورة اللي هو ادالك بيها الفراكشنز بتاعتك، تمام؟ ها انا عندي 4 over 15، هي كان مديها لي في المسألة 4 over 15 هتفضل زي ما هي. 6 over 15 كان مديها لي 2 over 5 اهي 2 over 5. 7 over 15 كان مديها لي في المسألة 7 over 15 نزلت اهي. طيب بعد كده عندي 10 over 15 كان مديها لك في المسألة ايه 2 over 3. 10 over 15 كان مديها لك 2 over 3. احنا كده عملنا order in ascending order بطريقتين، بالإكوفالنت فراكشن بتاعتنا وبالفراكشنز اللي هو مديها لك جوه المسألة، وده صح وده صح، يعني ده هتاخده صح وده هتاخده صح جوه الامتحان، اللي يريحك اعمله اللي يريحك اعمله. متفقين؟ طيب بعد كده هنبدأ نتكلم على عنوان جديد، وده هدفي اصلا بقى من حصة النهاردة. انا عايزك مركز معايا جدا لانك هتاخد يعني المعلومات دي مهمة جدا ومكملة معاك سنين بعد كده، يعني هتكمل معاك بعد كده في اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي، فمهم جدا ان انت فاهم، عشان طول ما انت فاهم الدنيا ماشية معاك حلوة قوي. تمام؟ ركز معايا بقى. هنا بيقول لك ايه؟ The density of the rational numbers. طيب كل الكلام اللي هو كاتبه ده هحكي لك انا عليه دلوقتي بس بطريقتي، انا مجهزه لك هشرحه معاك بطريقه مختلفه شويه، يعني هو نفس الكلام تمام ولكني هوضحه معاك، يعني انا شايفه ان انا كاتبه لك بطريقه الطف شويه. ركز معايا بقى هنا، ركز معايا هنا، هنطلع بكم معلومه مهمين قوي. لما كنا بنتعامل مع الانتجر نمبرز احنا كاننا دلوقتي هنعمل مقارنه بين الانتجر نمبرز والراشنال نمبرز، كاني هعمل معاك بالظبط دلوقتي مقارنه بين الانتجر نمبرز وبين الراشنال نمبرز. مقارنه في ايه؟ هقول لك حالا دلوقتي. تمام؟ لما كنا بنتعامل مع الانتجر نمبرز عرفنا انها كلها هول نمبرز، صح كده؟ عندك فيها زيرو وعندك بوزيتيف وعندك نيجاتيف، وهو ده فعلا النمبر لاين اللي انا اقدر احط عليه كل الانتجر نمبرز اللي عندي في الدنيا، عنديش فيه مشكله. عشان كده اقدر مع الانتجر نمبرز اطلب منك اقول لك ديترمين نمبرز، حدد لي نمبرز جاست افتر اور جاست بيفور، يعني لما اجي لك مثلا واقف عند نمبر 2 واقول لك ديترمين نمبر جاست افتر 2، حدد لي النمبر اللي بيجي بعد 2 هتقول لي 3، ما فيهاش اي مشكله. طب حدد لي ديترمين نمبر جاست بيفور 2 قبل 2 هتقول لي 1، ما عنديش مشكله. النمبر اللي on the right هيبقى after واللي on the left هيبقى before، انا عنديش مشكلة في الكلام ده، صح ولا لا؟ تمام. طب تعالى نقف هنا عند negative 3 وقلت لك determine number just after negative 3، اتفقنا on the right هيبقى after، just after يعني اللي بعدها على طول negative 2. طب just before negative 3 ها اللي قبلها على طول هيبقى negative 4، ما عنديش فيها مشكلة واجابة واضحة ما فيهاش اختلاف. تمام كده؟ طيب حاجة كمان بقى، حاجة كمان مهم تكون عارفها، بتقولك ايه؟ بتقولك no integer، مفيش عندك integer numbers between two consecutive numbers او consecutive integer. يعني ايه؟ يعني لما اقف عند ال 1 وال 2 واقولك قولي integer between 1 and 2، انت في عيلة، عيلة كلها whole numbers يا جدع، ازاي يعني بين ال 1 وال 2 واقولك whole number between 1 و 2؟ ما عنديش no integer between any two whole numbers، ما عنديش. between two طبعا ايه؟ طبعا كلمة consecutive دي يعني بيجوا ورا بعضهم، يعني اجي عند ال one وال two واقول لك قول لي between them integer، هتقول لي ما فيش. طب between negative five و negative four قول لي integer، يا ميس ما فيش، ما فيش هنا integer between negative five و negative four. امال يبقى فيه between them امتى؟ لما يكونوا مش متتاليين، لما يكونوا مش بيجوا ورا بعض، يعني لما اقول لك قول لي الانتجرز مثلا بين نيجاتيف 5 ونيجاتيف 2، بص كده انا مشاوره فين وفين؟ اه ده انا عندي نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3، الاثنين دول موجودين في النص اهو بينهم. لكن لو انا قلت لك رقمين ورا بعض يبقى مش هتعرف تجيب لي انتجر في النص ما بينهم. واضحه الفكره؟ دي اول حاجه عايزك تبقى فاهمها كويس قوي قوي. انزل بقى معايا على الراشونال نمبر. انزل على الراشنال نمبر هتلاقي عكس الكلام. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لك كانت، انا ما اقدرش طبعا الراشنال نمبر الاول بتاعك انا عامله نمبر لاين، ده انت عاملاه مش زي الانتجر. لا خد بالك بقى،
انا عاملاه كده عشان ازود معاك دلوقتي اهو، انا عندي الزيرو وعندي البوزيتيف وعندي النيجاتيف وعندي كمان الفراكشن، يعني هنا ممكن احط هاف وهنا ممكن احط نيجاتيف 2.5 وعندي ديسيمال. ده بالنسبة للراشنال نمبرز، وعندي كتير بقى ممكن احطهم على النمبر لاين بتاعي، ما عنديش حاجة هتقف معايا اصلا. عشان كده بيقولك ايه، can't determine numbers just after or just before. انت ما تقدرش تحدد لي numbers just after or just before. تعالى كده نطلع فوق ونتأكد. ايه رأيك لو انا اتكلمت معاك مثلا على number one وقلت لك determine number just after number one، ايه رأيك؟ هتقولي two؟ طب ما هو after احنا هنا half دي المفروض one and half يا شباب، يعني هاف دي لو هاف بس هتتكتب بتوين الزيرو والوان، تمام؟ لو هاف هتتكتب بتوين الزيرو والوان هنا، لكن الجزء بتوين وان اند تو دي يبقى ايه؟ وان اند هاف. اوكي؟ نرجع بقى تاني، لو قلتلك ديترمين نمبر جاست افتر وان هتقولي تو ولا هتقولي وان اند هاف؟ يا ميس لا، ده وان اند هاف دوت راشنال وجاي بعد الوان. طب ايه رايك في اللي هيقولي وان اند وان ثيرد؟ ايوه يا ميس ده راشنال وجاي افتر ال1. طب ايه رايك في اللي هيقول لي 1 اند 1 اوفر 8؟ ايوه يا ميس ده راشنال وجاي افتر ال1. طب ايه رايك في اللي هيقول لي 1.9؟ الله ده برضو راشنال وجاي افتر ال1. يعني مش هتعرف تحدد لي كانت ديترمين، ما تقدرش تحدد لي نمبر اوكي جاست افتر، وزيها ما تقدرش تحدد لي جاست بيفور، مش هتعرف. يعني لما اقول لك determine number just before negative 2 هناك بالنسبة للانتجر هتقولي negative 3، لكن هنا ايه رأيك في اللي قال لي negative 3؟ طب ما في واحد تاني هيقول لي يا ميس before negative 2 هيبقى negative 2.5 اللي انت كاتباها، وواحد تاني هيقول لي negative 2.9، واحد هيقول لي negative 2.1. ايه ده؟ We can't determine numbers after and before بالنسبة للراشنال نمبرز. We can't، موضوع منتهي، واضحة الفكرة؟ ما نقدرش. عشان كده لما بيسألك في الامتحان after و before هيسألك عليها في الانتجر، لكن بالنسبة للراشنال we can't. أمال يسألك في ايه بالنسبة للراشنال بقى؟ تعال بص كده على الجملة دي، بيقولك between each two rational numbers there are infinite number of rational numbers. Between each two rational number. Between كل two rational numbers. Between the two three. There are infinite number. عدد لا نهائي غير محدود. Of rational numbers. ايه ده؟ ده عكس الكلام اللي كنا بنقوله على الانتجر. الانتجر مفيش between each two integer numbers اي integer number تاني. ولكن هنا between each two rational numbers ده بيقول لي في عدد كتير قوي يا ميس. طب ازاي؟ تعال نشوف example. ايه رأيك لو اتكلمنا على الثري والفور؟ ها between them تقدر تقول لي ايه؟ خد بالك الراشنال عندها fraction وعندها decimal، عندها fraction وعندها decimal، معنى كده ان واحد هيقول لي 3 and 1 over 4 ما هو between الثري والفور، واحد هيقول لي 3.25 between the 3 وال 4، واحد هيقول لي 3 and half between the 3 وال 4 هيجي هنا، واحد هيقول لي 3 and 9 over 10 between the 3 وال 4، واحد هيقول لي 3 and 9 over 100 ما هو مدام 3 and fraction mixed number فهو between the 3 وال 4، موضوع منتهي يعني. يبقى تاني الجملة دي مهمة لان هنحل عليها اسئلة دلوقتي حالا، والاسئله دي مهمه جدا، واسئله امتحان، اسئله امتحان الجمله دي مهمه جدا بقى. between each two rational numbers there are infinite عدد لا نهائي numbers of rational numbers، عدد لا نهائي. تعالوا نشوف بيجي السؤال عليها ازاي. هشتغل معاك الاكزامبل اللي موجود قدامك جوه الكتاب بقى. هو بيقول ايه؟ if we have two rational numbers اللي هم 1 over 3 and 2 over 3، انت معاك اهو two rational numbers. طيب we can deduce that there are other rational numbers between them.
هنبدأ نقرر ان في rational numbers between them. ازاي يا ميس بقى؟ اذا كان لو انا ماشي بعد 1 over 3 بعدين 2 over 3 وبعدين هيجي 3 over 3 فيش حاجة between them. لا افهم بقى الحتة دي مهمة قوي قوي. يعني ها انت معاك 1 over 3 ومعاك 2 over 3 مش انت تقدر تجيب لهم equivalent fractions؟ ايه رأيك؟ مش ال 1 over 3 وال 2 over 3 لو انت عملت multiply للnumerator والdenominator by 2 مثلا فبقى 1 by 2 equals 2 over 3 by 2 equals 6 فبقى عندك مكان ال 1 over 3 2 over 6 equivalent fraction. وتعالى هنا برضو زي ما عملنا هنا multiply by 2 هنعمل هنا multiply by 2 تمام؟ طيب 2 by 2 equals 4 و 3 by 2 equals 6 ايه رأيك بقى عندك 2 over 6 و 4 over 6 وهم equivalent fraction لدول. between 2 over 6 و 4 over 6 عندك fraction؟ اه عندي 3 over 6 اهي 3 over 6 دي موجودة between 1 over 3 and 2 over 3 ادي اول واحدة. طب ايه رأيكم في واحد تاني وبدأ يقول احنا هنا عملنا multiply للnumerator والdenominator by 2 واحد تاني بدأ يقول طب انا هعمل multiply للnumerator والdenominator by 3 المرة دي تعالي نجربها by 3 اوكي 1 by 3 equals 3 over 3 by 3 equals 9 طب الناحية التانية زي ما عملنا هنا multiply by 3 للnumerator والdenominator لازم اعمل هنا multiply by 3 2 by 3 equals 6 over 3 by 3 equals 9 فبقى عندك equivalent fractions ل 1 over 3 و 2 over 3 عبارة عن 3 over 9 و 6 over 9 الأخبار عندك بينهم عندك بين دي ودي fractions في النص اه طبعا 3 over 9 يبقى هيجي 4 over 9 و 5 over 9 اهم ال 2 fractions دول ال 2 fractions دول موجودين between 1 over 3 و 2 over 3 لحد دلوقتي جبنا كام فراكشن موجودة between 1 over 3 و 2 over 3 جبنا دي ودي ودي جبنا 3 fractions. طب هو احنا ممكن نعمل لهم multiply by 4 ينفع تعمل multiply by 4 و by 5 و by 6 و by 7 و by 8 و by كل multiply by كل النمبرز اللي في الدنيا وفي كل مرة هيدي لك equivalent fractions ليهم وهيبقى between ال equivalent fractions دي fractions في النص فهي هتبقى between التو فراكشنز اللي هو مديهم لك اصلا في السؤال. واضحه الفكره؟ طب تعالى نعمل لها ملتبلاي باي 4 المره دي نعمل واحده كمان ها 1 باي 4 ب 4 و 3 باي 4 ب 12 يعني هنا هينزل 4 اوفر 12 طب المره دي هنا 2 باي 4 ب 8 اوفر 3 باي 4 ب 12 فبقى عندك تو ايكويفالنت فراكشنز اهم 4 اوفر 12 و 8 اوفر 12 طب between them عندك fractions ده انا عندي كتير ها عندي 5 over 12 6 over 12 7 over 12 ده انت لقيت 3 fractions اهم ايه رأيك يبقى infinite numbers of rational numbers between each two rational number infinite لان انت زي ما عملت multiply by 2 للnumerator والdenominator هتعمل multiply by 3 هتعمل multiply by 4 by 5 وزي ما قلنا by 100 by 1000 زي ما تمشي وزي ما تحب واضحة الفكرة يا شباب؟ طيب اما بالنسبة بقى للريماركس اللي موجودة هنا دي فدي انا فعلا دي اللي انا كنت مطلعاها برة دي اللي انا كنت مطلعاها برة وشرحتها معيكم انا شرحتها معيكم بدل ما هو اقول لكم جملة وبس ده انا جبت لكم numbers وعلقنا عليها كتير يعني تمام؟ طب هنا بقى نبدأ نبص على اكزامبل نمبر 4 اللي موجود قدامك هو بيقول لك ايه بيقول لك find a rational number lying between 1 over 2 and 5 over 7 انت عايز rational number واحد موجود بين دول ده انا ممكن اجيب لك كتير تعال بس نكتبهم الاول برا 1 over 2 and 5 over 7 متفقين طب اول حاجة تظبطها ايه ان انت هتظبط الدينومينيتورز بتاعتك هتجيب ال LCM للدينومينيتور انا عندي 2 7 ها هما الاثنين برايم نمبرز معنى كده ان ال LCM بتاعك 14 2 باي 7 ب 14 اكتب لي ايكوفالنت فراكشنز لو سمحت اهو هنا في 14 ال 2 بقت 14 ملتبلايد باي 7 اطلع على ال 1 باي 7 ب 7 تعالى هنا 14 اهي ال 7 بقت 14 يعني ملتبلايد باي
2 اطلع على ال 5 5 by 2 equals 10. طب تقدر تقول لي بقى rational number between 7 over 14 and 10 over 14؟ عندك 8 over 14 وعندي 9 over 14، ده وده موجودين between دول، معنى كده ان هما برضو موجودين between ايه؟ between ال half and ال 5 over 7. تمام، خد بالك هو بيقولك عايز بس ايه rational number، يعني حتى مش طالب منك الاتنين. تمام، فهو حتى هنا كتب لك ايه؟ كتب لك ال 8 over ال 14. تمام، لكن احنا كمان قلنا له ان ال 9 over ال 14 موجود معانا، عشان كده بيقولك ايه there are other solutions، ممكن تكون في حلول تانية، يعني مش هو ده بس الحل الوحيد اللي عندك. انت عارف اصلا انت جبت 7 over 14 و 10 over 14، انت ممكن تجيب equivalent fraction للفراكشن اللي عندك دي. ها بفكر معاك بتوسع وبطريقة اكبر كمان، يعني انت جبت اهو الفراكشن دي والفراكشن دي، تمام كده. طب ايه رأيك لو انت اخدت التول فراكشنز دول وعملت النيوميريتر والدينومينيتور ملتبلاي باي 2؟ تعالوا نجرب. ها 7 باي 2 يعني 14 over 14 باي 2 يعني 20 8 ناحية التانية 10 باي 2 يعني 20 و 14 باي 2 يعني 28. ها بقى عندك كام فراكشن تقدر تكتبهم هنا between 14 over 28 and 20 over 28؟ ده انا اقدر اكتب 15 over 28 16 over 28 17 over 28 18 over 28 ومعايا كمان 19 over 28. ايه ده؟ ده انت كتبتي 5 fractions. عشان كده بيقولك ان في solutions كتيرة جدا جدا للحوار ده. تمام؟ طب هنا بيقولك negative 2.1 and negative 2، المرة دي عايز برضو rational number lying between، موجود between negative 2.1 تمام و negative 2. انا عايز rational number between them، اعمل ايه؟ بص معايا كده، مش انت عندك هنا decimal point؟ عندي. طب لو سمحت حطلي هنا decimal point، في مشكلة لو حطيت زيرو كده؟ لا مفيش. طب ايه المشكلة لو انت عارف اصلا ان احنا كل ما بنحط زيروز في الديسمال بورت اون ذا رايت الفاليو بتاعت النمبرز بتاعتك مش بتختلف، بتفضل زي ما هي، فيعني انت ممكن تحط زيرو كمان هنا وزيرو كمان هنا، في مشكلة؟ هي لسه هي 2، احنا ما تغيرش الرقم بتاعنا، وهنا بقت 2.10 اللي هي 2 and 10 hundredths. خد بالك ان 10 hundredths هي 1 tenth، هي هي، انا عنديش اي مشكلة، انا بس زبطت equivalent decimal numbers، equivalent decimal numbers، وبناء عليه عندك between them numbers. طبعا لما يكون عندي 2 وعندي 2.10 اللي هي 10، طبعا يا ميس ده انا عندي نيجاتيف، بس خد بالك ان هما بالنيجاتيف، عندي نيجاتيف 2.01 وعندي نيجاتيف 2.02 وعندي نيجاتيف 2.03 ها و 04 و 05 و 06 و 07 و 08 ها لحد ما توصل لنيجاتيف 2.09. كل دول موجودين كانوا في النص هنا between 2.1 و 2. شفت الفكرة عاملة ازاي؟ ده واحد تاني ممكن بدل ما يحط 0 واحد بس، ممكن بصوا كده لو معايا نفس ال 2 numbers negative 2.1 و negative 2، وبص لما يجي يحط الديسمال بوينت بتاعته ويحط ال 2 zeros ويحط هنا 0، واحد يقول طب انا هحط كمان 0 كده، ايه رأيك مش هما equivalent؟ والله equivalent يا ميس، يعني انا دلوقتي بقى معايا negative 2 and 100 thousands، بالظبط بقى معاك negative 2 and 100 thousands وهي equivalent ل negative 2.1 اللي هي and 1 tenths. طب ونيجاتيف 2، طب between them بقى، ها ايه رأيك اللي كتب نيجاتيف 2.001 اللي هي نيجاتيف 2 and 1 thousands، مش 100 بقى thousands 1، طب نيجاتيف 2.002 اللي هي نيجاتيف 2 and 2 thousands نيجاتيف 2.003، وهتفضل تعد 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 لحد ما توصل ها
لإيه؟ ده معاك كتير ممكن تكتبه. يعني انا عماله ادي لك اكزامبلز، اللي هو انا بوري لك، بس انا عايزاك كده ايه تظبط دماغك. يعني اللي هو ده ممكن يتكتب كتير كتير، infinite numbers between each two rational numbers. تمام؟ طبعا انت ممكن بقى تفضل تكتب هنا numbers كتيرة جدا، negative 2.0 مثلا 5 5، فبقت negative 2 and 55 thousands، وهي موجودة between the two ونيجاتيف 2.1. واضحة الفكرة يا شباب؟ طيب احنا كده خلصنا الاكزامبل ده، حلينا ده وحلينا ده، وحطينا اصلا قدامك، يعني انا حطيت قدامك وانا بحل مش بس اجابة واحدة ولا اجابتين، لا ده انا وريت لك ان الموضوع كتير وممكن تكتب فيه اجابات كتيرة جدا يعني. وبص هو برضو بعد ما بيكتب لك اجابة بيقول لك there are other solutions، حلول كتيرة جدا، مش solution واحد بس، لا ده حلول كتيرة جدا ممكن تقدر تحلها. خليك جدع بقى، والواجب بتاع الحصة دي check your understanding، find a rational number lying between 1 over 3 and 1 over 2، والناحية التانية negative 3.17 and negative 3.18. هغششك هنا، هتزود 0 و0 on the right كده، تمام؟ فبقى عندك negative 3.170 اللي هي 170,000، negative 3.180 اللي هي 3 and 180,000. تمام؟ ابدأ أفكر between 170 و 180، فهتبدأ تكتب negative 3.171، وانت كمل بقى مش هغششك أكتر من كده. متفقين؟ أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. متنسيش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب، اكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم، لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.